ده قلت برضه تفاعلي بيعلم الاطفال التوازن بالحركه، ان هو سامع الصوت وهو بيتحرك حاجتين مع بعض. ممكن ندوس تاني؟ لا في فعل ورد فعل. عندنا حائط التوصيل البصري زي الانتباه البصري، لو الطفل بيشوف نفسه اكتر بيزود تركيزه، بيزود الوقت اللي هو بيبص فيه، فتوصيل بصري ودي من الاربع زوايا موجوده. عندنا البابل تيوب دي برضو للتركيز البصري والانتباه البصري، وان هو بيتابع الطفل مع عينيه بتكون باصه لحاجه اطول فتره ممكنه. عندي برضو المريح دي بيحفز الانتباه،